السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كل ما يخص الشطرنج، معكم تامر غندور. اليوم سنتعلم درسا جديدا من فنون التكتيك، ألا وهو اللعب المضاد ضد تكتيك الربط النسبي، وهذا تكملة للفيديو السابق تكتيك الربط النسبي. وفي هذا الدرس سنتعلم كيفية اللعب المضاد ضد هذا التكتيك، سواء كان هذا الربط على الوزير أو على الرخ أو على مربع المات، كما سنتعلم كيفية الاستفادة القصوى من تكتيك الربط النسبي. هيا بنا نرى الأمثلة. مثال توضيحي يا جماعة للعب المضاد على تكتيك الربط النسبي. الشكل ده نبص عليه، النقل هنا الأبيض، ولو نظرنا للشكل دوت هنلاقي ان الأسود رابط الوزير، الأسود رابط الحصان على الوزير، رابط الحصان اللي في C3 على الوزير. بمعنى ايه يا جماعة؟ بمعنى ان الحصان اللي في C3 ده لو اتحرك في اي مربع الوزير الاسود هياكل الوزير، وهذا مفهوم الربط النسبي. اللعب المضاد بقى ضد الربط النسبي هو ان انت القطعة المربوطة ربط نسبي، ممكن تعمل بيها تكتيك اسمه اللعب المضاد. اسمه ايه؟ اللعب المضاد. يعني التكتيك اللي احنا شرحناه الربط النسبي، كنا بنقول ان انت ما تربط القطعة ربط نسبي، فانت كده عملت تكتيك الربط النسبي، من خلاله بتربح من هذا التكتيك. التكتيك ده بقى عكسه، ازاي انت تكون مربوط ربط نسبي وتعمل تكتيك ضد هذا الربط او ضد هذا التكتيك. تمام. طيب الحصان هنا لو اتحرك في اي مربع وزيرك هيروح. طيب لو الحصان دوت راح في مربع قوي، طلب مات مثلا، يبقى الوزير مستحيل ياكل الوزير. بمعنى ايه؟ يعني البيست موف هنا يا جماعه هتبقى Nd5، عليها علامه تعجب. ومعنى عليها علامه تعجب يعني نادله جيده وموجب وسالب، يعني ويننج للابيض، يعني الابيض كده بكل التحليلات بيكسب الشكل ده. طيب الاسود يلعب هنا ايه؟ الاسود النقله للوهله الاولى كده لو لعبها هيقول وزيره على الهوا، فلو كان وزير في وزير الابيض هيعاقبه بالمات، بكش في مربع C2 بكش مات. تمام. طب هو مش هيلعب كده، مش هياكل وزير في وزير عشان المات، هياكل اول تحليله Cd5. لو لعب Cd5 الابيض يلعب هنا ايه؟ نفكر شويه يا جماعه ونجيب البيست موف للابيض. الابيض هنا يلعب ايه؟ برافو عليكم، رخ A7 بكش. والنقله دي ليها احتمالين في الرد، ليها احتمالين ايه في الرد؟ يا اما ياكل بالملك، ماشي، يا اما ياكل بالوزير. طيب نحتمل الاحتمال الاولاني ان هو ياكل بالملك. لو كلب الملك هديله كش في A4، كش دي كش مات، يعني لازم يغطي بالوزير. في A5 هاكل وزير في وزير بكش مات. تمام. طيب تعال نشوف التحليلة التانية، ان هو ياكل بالوزير. لو كلب الوزير هتديله مات في C6، كش مات، هيغطي بالوزير، وزير في وزير بمات. تمام. طيب تعال نشوف التحليلة التالتة، التحليلة التالتة يا جماعة هنرجعها، هيلعب رخ، نرجع الشكل تاني، هيلعب رخ C8 أو رخ C8. الأبيض هنا يلعب إيه؟ كده هو منع المربع C7 بتاع المات، منع المربع دوت. تمام؟ منع كده مربع المات. تمام يا جماعة؟ طيب الأبيض هنا يلعب إيه؟ ببساطة خالص، وزير في وزير هياكل بالحصان، حصان في B6 وكش، اونلي موف عنده مربعين
عند المربع، المربع اللي هو بي 7 هديله كش هيروح في المربع سي 7، هاكل حصان في حصان وفي تفوق ايه للابيض. طب تعالوا نشوف التحليلة التانية، تعالوا بقى يا جماعة نشوف التحليلة التانية. لو افترضنا ان هو جه مجاش بي 8 وجه بي 7، هتلعب ايه؟ هتلعب نفس النقلة برضه يا جماعة، حصان دي 7 بكش بالرخ هيروح في مربع سي 7 حصان في حصان، وهنا يبقى خد ايه؟ حصان في الشكل، وطبعا تفوق للأبيض واضح يعني. تمام، نرجع الشكل تاني. يبقى المثال التوضيحي ده انا عاوز اقول فيه ايه؟ عاوز اقول ان الربط النسبي ده سلاح ذو حدين، لا اما بتلعب الربط النسبي يبقى تكتيك وبتنجح ان انت تاخد بيه تفوق، او ان يكون الربط النسبي عامل غير مساعد ليك، او سلاح بيكون ضدك في بعض الحالات، زي الموقف اللي احنا شايفينه ده. انا دلوقتي لو افترضنا انا الاسود ورابط الابيض على الحصان، على الوزير، الحصان هنا لو اتحرك في اي مربع هاكل وزيره. بشكل عام التكتيك كده متنفس سليم من ناحيه الاسود، ولكن مع اللعب المضاد للابيض استطاع ان هو يحول الربط النسبي لصالحه وليس ضده. المثال الاول، النقل هنا للابيض، هات افضل نقل للابيض. اوقف الفيديو وفكر شويه. برافو، ان اي 5 عليه علامه تعجب. ليه يا جماعه عليه علامه تعجب؟ لان طالب هنا البيضه الضعيف اللي في اف 7 بالفيل، وفي نفس اللحظه طالب وزير في فيل. طبعا النقله دي ممكن الخصم يتخدع فيها ويفكر ان النقله دي بلندر، فياكل فيل في وزير، وده اغلب النتيجه بتاعتها. يعني اغلب النقلات اللي بتتلعب عليها دي الخصم اذا كان مستواه على قده بياكل فيل في وزير، ومفكر ان هو كده ان الخصم ترك وزيره، مع ان هذا الشكل ده فخ الابيض عامله في الاسود. بعد الفيل في اكل الوزير الابيض بيدي مات في 2 شك، بيبقى فيل في اف 7 قول لي موف، اف 8 بيشوب اتش 6 كش مات. تمام. طيب ردها ايه يا جماعه؟ هو لازم يعمل كده؟ طبعا لا مش لازم. رد النقله دي ببساطه قوي، انا اكلت حصان في بيدق تاكل عادي. اللي استفاده الاسود هنا ايه؟ ان هو كل بيدق، الابيض كده خد بيدق هياكل وزير في فيل، ده الرد. فخد بالك، خد قاعدة برضه، إذا الخصم ساب لك وزير قبل ما تاكل وزير اسأل نفسك هو ساب الوزير ليه؟ هل هي بلندر ولا تكتيك؟ لو كانت بلندر هتاخد الوزير، لو كانت تكتيك ما تاخدش الوزير. أي يعني القاعدة دي أنا بقولها لكم يا جماعة، ده سر من أسرار الجراند ماستر. تملي القطع اللي هما بيسيبوها على الهوا تبقى تحت بندين، لا إما قطع فعلا جراند ماستر اخطا وساب القطعه دي، وده بيبقى من يعني نادرا اما جراند ماستر يلعب بلندرات يعني، او وده الاغلب ان النقله اللي هو القطعه اللي هو سايبها على الهوا دي ده فخ، ده تكتيك هو لعبه، بحيث ان هو هيسيب لك وزير وممكن يديك بعد الوزير مات، او هيسيب لك وزير وياخد فوق الوزير قطعتين فوق الوزير، او ياخد تفوق كبير في الدور. تمام. تعالوا نشوف المثال اللي بعده. المثال الثاني، النقل هنا يا جماعه للابيض، ما هي افضل نقله للابيض؟ اوقف الفيديو وفكر شويه. برافو، ان الاي 5 نقله جيده، والنقله دي نقله ماكره. ليه ماكره يا جماعه؟ ان انا بطمع الاسود ان هو ياكل وزيري. طيب تعالى أول حاجة نحتمل الاحتمال الأولاني المنطقي للأسود اللي هو ممكن يلعبه، لو كل فيل في وزير
ازاي تعاقب الاسود على النقله دي. اوقف الفيديو برضو وفكر وهات افضل نقله. برافو ان اف 6 نقله جيده، والنقله دي انا بكش الملك. والكشه دي معناها مات، وعشان يتخلص من مات لازم ياكل الحصان بالبيدق، ده الطبيعي طبعا. لو عمل كده فيل في بيدق بكش مات. ودي اول تحليله. تعال نشوف التحليله الثانيه. طيب هو لو انا اكلت حصان في حصان، هو مش مجبر ان هو ياكل فيل في وزير زي ما اتفقنا. طالما انا سايب وزير يبقى فيه بندين، البند الاولاني اللي هو بلندر، والبند الثاني اللي هو تكتيك. طبعا حسبناها ان هي بلندر وخدت مات بعديها، يبقى ده فخ او تكتيك، يبقى انا مش هاكل فيل في وزير. ابسط الامور هاكل بيضه في حصان، الابيض هياكل وزير في فيل، ويبقى الشكل الابيض استفاد ببيضه. تمام تمام. طيب تعال نشوف التحليه الثالثه. هو مش هيلعب النقل ده، بعد حصان في بيضه، بعد حصان في حصان، بعد حصان في حصان، الاسود هيلعب حصان في حصان. الاسود هنا لعب حصان في حصان، وايه دي فكرتها؟ لو كلت فيل في وزير، لو انا كلت فيل في وزير هياكل هو فيل في وزير، ويبقى كده اتخلص من الهجوم بتاع الابيض. لو مشي، لو الوزير كان الفيل، هو عنده فكره هيلعب بيدق اف 6. برضه وقف الفيديو وشوف افضل نقله هنا للابيض ايه. برافو بيدق في اف 6 نقله جيده وعليها علامه تعجب. ليه نقله جيده وعليها علامه تعجب؟ ان انا خدت بيدق كده وطالب وزير. ايه البيست هنا؟ طبعا هنا ليه ثلاث احتمالات، تعال نشوف الاحتمالات اللي عنده. اول حاجه ان هو يغوي البيضه، ده الاحتمال الاول. ولو كلب البيضه هتدي له كش بالوزير، قول لي موف يجي في المربع اي 7، كش مات فين؟ في اف 7. طب ده اول احتمال. الاحتمال الثاني ايه يا جماعه؟ ان هو ياكل بالحصان. طب لو كلب الحصان هتلعب انت هنا ايه؟ هتلعب فيل في بيضه، فيل في اف 7 كش، فورسيه ينزل اونلي موف في المربع اي 7، وزير في اي 6 كش مات. طيب نشوف الاحتمال الثالث. هو مش هياكل ولا بالبيضه ولا بالحصان، هياكل بالوزير. لو كلب الوزير البيست موف هنا ايه؟ وزير دي 7 كش مات. تمام يا جماعه. اللي انا عاوز اقوله دي طريقه التحليل. يعني وانت بتفكر الخصم بيبقى ليه كذا نقله، فكر في كل الاحتمالات. فكر بالبيدق زي ما حسبنا، فكر بالحصان، فكر بالوزير. طبعا الكلام ده في تخيلك. والنقله الاولانيه اللي احنا لعبناها لو رجعنا الشكل تاني، حصان في حصان، طالما انا سايب وزير يبقى ده تكتيك يا جماعه، وده قاعده برضه، ده تكتيك. انا بضحي ليه؟ بضحي عشان فيه هجوم، فمش هسيب لك وزير كده مجانا. الا بقى لو انا لعبت التكتيك ده وحاسب حسبه غلط انا ما كنتش حاسبها، يبقى في الحاله زي دي انا لعبت تكتيك بشكل خاطئ وليس بلندر. في فرق بين البلندر والتكتيك الذي يلعب بشكل خاطئ. البلندر ان انت اصلا مش شايف النقله وبتلعب الحصان لعب عادي، ومش شايف ان الفيل مثلا هياكل الوزير، ده اسمه بلندر. اما انا بلعب نقله الحصان وعارف ان انت رابط الحصان ربط نسبي، ولو حركت الحصان هتاكل الوزير. اذا حصان في بيضه دي نقله تكتيكيه، نقله تكتيكيه، مش نقله بلندر. تمام تمام. طيب هنا ابسط الامور، انا طالب لعبت الحصان هنا وطالب وزير في فيل، الفيل كده هياكل الوزير. لا انا اخد حصان عادي جدا والابيض ياكل الفيل، بس هو كده كسب بيدق، مش مشكله، بيدق بدل ما ياخد الدور.
تمام. اللي انا عاوز اقوله في الشكل ده بالذات، حطها قاعده، القطعه اللي هي ذات قيمه زي الوزير، او القطع اللي هي اقل قيمه من الوزير، اذا كانت على الهوا اسال نفسك سؤالين مالهمش تالت. هو سايب لي القطعه دي ليه؟ هل هو تكتيك بيعمله معايا ولا بلندر؟ لو فكرت في السؤال ده واجبت عليه صدقني هتعرف ترد رد سليم ضد النقله بتاعته. تمام؟ تعالوا نشوف المثال اللي بعده. المثال الثالث، النقله هنا يا جماعه الاسود. اوقف الفيديو وهات افضل نقله الاسود. فكر شويه. برافو. ان في 4. ان في 4 نقله جيده. ليه نقله جيده؟ ان انا خدت بيضه اولا وطالب مات بشكل غير مباشر. طالب مات بشكل غير مباشر، وزي ما قلنا النقلات دي نقلات ماكره، نقلات تكتيكيه ماكره. هنا استغليت ده تكتيك الربط النسبي. انا ضربت الربط النسبي، ده اللعب المضاد ضد الربط النسبي. يعني طالما قطعه مربوطه ربط نسبي ممكن تلعب بيها تكتيك زي التكتيك ده كده. انا دلوقتي كلت حصان في ان اي 4. تمام. طيب تعال نشوف المنطق الاولاني اللي احنا هنفكر بيه. لو فيل كلف وزير هتلعب انت ايه؟ وقف الفيديو وفكر في النقله اللي بعديها. ازاي الاسود يعاقب الابيض على النقله بتاعت فيل في وزير؟ فكر شويه. برافو. ان في اف 3. ان في اف 3 نقله جيده، وبقول كش ملك بالحصان. بقول كش ملك بالحصان. كش ملك بالحصان. طيب هنا ردود ردود الابيض ايه؟ نفكر شويه. ايه ردود الابيض هنا؟ لو كان فيل في حصان، لو كان اول حاجه بنتكلم على اقل الخساره، لو كان بالبيدق هتلعب فيل اف 2 بكش، قول لي موف اف 1 فيل بيشوب اتش 3 كش مات. ده الاحتمال الاولاني. طيب هو مش هيلعب كده، تعال نشوف الاحتمال الثاني. هياكل بالفيل. يا جماعه طريقتي انا ليه بحلل؟ هو انا ممكن اجيب لكم النقله البيست موف وخلاص ومحللش النقلات، بس انا التحليل ده بيعلمنا حاجه، ازاي ان احنا واحنا بنلعب وبنفكر ازاي نحلل الدور بالنقلات. فانت وانت بتلعب لازم ده فكرك يكون شغال كده، مش مجرد نقله جت على بالك هتلعبها وتبقاش عارف الردود كلها. لازم تبقى عارف الردود كلها، وعلى قدر علمك بكل الردود على قدر قوة النقلة بتاعتك. تمام. هنا هياكل بالفيل. لو كان بالفيل الاسود هيكشف هجوم بالكش، هيطلب وزير هياكل حصان في سي 3 بكش، يبقى طالب الوزير بالحصان وطالب كش ملك في نفس اللحظه. وطبعا ده التكتيك احنا خدناه اللي هو الهجوم بكش الملك. انا كده بهاجم بالحصان الوزير وفي نفس اللحظه ايه؟ طالب بقول له كش ملك وهاجم الوزير. يعني هو اجبار هنا اللي يغطي بالحصان لا يغطي بالوزير لا يحرك الملك. لو جه هنا مثلا انا باكل طبعا حصان ايه؟ في وزير. وعندي فيل معلق، مشي بالفيل همشي بالحصان، كل الحصان كلت الفيل. تمام. طب تعال نشوف التحليله اللي احنا ما حسبناهاش بقى، التحليله الرابعه. طب انا قلت له كش هيجي هنا، هو مش لازم ياكل، هتلعب ايه على النقله دي؟ وقف الفيديو وفكر. برافو. هتدي له كش ملك بالحصان ودي كش
لازم يكسر فيها الوزير. انا طالب دلوقتي كش ملك والعمود ده قافل كل المربعات والحصان قافل كل المربعات. تمام، يعني هنا الملك ملوش اي مربع، دي اسمها كش مات، لازم ياخد بالوزير. هياخد بالوزير هقول له كش ملك، هاكل الوزير بالحصان واقول له كش ملك يمشي في اي حتة. عندي بقى اختيارات، امشي بالحصان اطلب الرق واكل الفيل، او اسيب الوضع كما هو عليه. والافضل ان انا امشي واطلب الحصان، اطلب الرخ. هيلعب ديت، او دي غلط، لازم يطلب عشان ايه ما اكلش فيله، هاكل فيله هاكل حصان، ويبقى ده الشكل، ويبقى كده الاسود مع التفوق بقطعة الفيل. تمام يا جماعة، تمام. تعال نشوف المثال اللي بعده. المثال الرابع، النقلة هنا للأسود، ما هي أفضل نقلة للأسود؟ اوقف الفيديو وفكر شوية. ما شاء الله عليكم. بيشوب في دي 3، فيل في فيل، نقلة جيدة. النقلة دي طالبة هدفين، لا اما المات في المربع E2، لا اما وزير في وزير. طيب لو لعب، لو منع المات باي نقله، لو افترضنا ان هو منع المات مثلا باي نقله، لعب مثلا الفيل عشان ما ياخدش المات، هتدي له ايه؟ تاخد وزير في وزير. تمام. طيب لو هو اتخدع وما خدش باله وما شافش المات دي وكل وزير في وزير، هتدي له مات ايه؟ في E2 كش مات. تمام. طبعا الامثله اللي انا بشرحها النهارده في درسنا النهارده هي اللعب المضاد ضد الربط النسبي. يعني الربط النسبي ده سلاح ذو حدين، ممكن تستخدمه في ان انت تعمل تكتيك وتضحي بوزيرك وتطمع الخصم في الوزير بتاعك بهدف ان انت تديله مات او تاخد تفوق كبير بعد كده. وممكن بالربط النسبي ان انت تستخدمه في تكتيف قطع الخصم. يعني الربط النسبي ده يا جماعة من التكتيكات الماكرة والخادعة. يعني ممكن انت يكون الخصم ربطك ربط نسبي، رابط مثلا حصان على الوزير، والخصم متخيل ان الحصان لو اتحرك هياكل وزيرك، وممكن بهذا التكتيك تستغله لصالحك. يعني الربط النسبي اللي انا عاوز اقوله في الخلاصه، يعني ان الربط النسبي ممكن تستخدمه في صالحك. بمعنى لو اي حد لعب معاك هذا التكتيك اللي هو الربط النسبي، ممكن تلعب عليه تكتيكات مضاده ليه، وممكن تستخدمه تكتف بيه الخصم ان انت تربط القطع على الوزير او على الرخ، بحيث ان هو برضو ايه مش هيعرف يرد على نقلاتك. وده راجع لمهارتك في فهم التكتيك، ومهارتك ان هو ما يلعبش عليك لعب مضاد. احنا زي ما اتفقنا ان اي تكتيك في الدنيا نجاحه في عدم اللعب المضاد عليه. طالما انا مش عارف العب لعب مضاد على التكتيك اللي انت بتلعبه، يبقى انا التكتيك اللي بنفذه تكتيك ناجح 100%. اما لو في رد فعل او في لعب مضاد ضده، يبقى التكتيك اللي انا لعبته ينقصه بعض الايه الافكار، او مش كامل. تمام. تعالوا نشوف المثال اللي بعده. المثال السادس يا جماعه، والنقله هنا الابيض. وزي ما انتم شايفين يا جماعه ان الحصان اللي في G4 مربوط ربط نسبي على الوزير. بمعنى ان الحصان لو اتحرك من مكانه الوزير هيضيع، هيتاكل بالوزير. تمام. طيب ما هي افضل نقله للابيض عشان يخرج من هذا المطب؟ اوقف الفيديو وفكر شويه. برافو عليك، ان اف 6 نقله جيده، ومن النقلات دي انا بعتبرها نقلات الماستر، نقلات الاساتذه. النقله دي ليها هدفين مهمين جدا. انا طالب وزير بالوزير، وطالب حصان في وزير،
وطالب كش في المربع جي 8. طيب واحد هيقول لي طب يا عم ما ناكل وزير في وزير، ده ساب وزير ببلاش. احنا قلنا اي قطعه على الهواء سواء وزير او غيره لا اما بلندر لا اما تكتيك. فهنفترض حسن النيه ان هي ايه بلندر، وزير في وزير، وزير في وزير نقله سيئه ادت ان مات في اربعه. واحد يقول لي مات في اربعه ازاي يا عم؟ هقول لك تعال نشوفها ونشوف المات اربعه دي جت ازاي. حصان ان جي 8 كش، والملك ملوش الا مربع واحد وهو دي 8 اجباري. تمام؟ طبعا ليه ديت؟ ليه برضو اف 8، بس لو جه اف 8 انا هديله مات في 2 بقى، مش مات في 4. تمام، يبقى هو لازم هيروح فين؟ لازم يروح دي 8 عشان يمنع المربع ده. يمنع المربع ايه؟ لحظة واحدة آسف. لازم يروح في دي 8 في اي 8 عشان يمنع المربع اللي هو دي 8. تمام، بس عندي حصان هنا في بي 5 لو راح سي 7 هيديله كش وهيجبره اجباري ان هو يروح اف ايه؟ اف 8. ومن هنا النقله الرابعه اللي هي كش مات في 4. شفتوا قوه التكتيك يا جماعه وقوه التخيل؟ نرجع للشكل تاني ونشوف الشكل ده. يعني الابيض كان في مأزق وخرج من المأزق بمكسب، وده اللي علمنا ان احنا نفكر في كل الاحتمالات. يعني انت بالله عليك لو انت بتفكر بطريقتك اللي انت فيها دلوقتي، نقلتك او فكرك هيجيب النقلة دي ان هو يجي في المربع اف 6، والاف 6 ده مربع مطلوب بقطعتين، مطلوب بالبيدق ومطلوب بالملك، وسايب وزيرك. يعني شوف، عشان كده النقله دي واخده علامه تعجب، عشان كده، عشان نقله غير متوقعه، نقله اي حد هيشوفها هيقول لك بلندر، ازاي تسيب حصانك وازاي تسيب وزيرك؟ وبالرغم كده دي النقله الفائزه في الشكل ده. النقله دي لا الاسود يخسر وزيره لا يخسر الدور، زي ما حسبنا لو كان فوق وزير في وزير هتديله مات. تمام، طب لو ما كانش وزير في وزير وكان مثلا بالبيدق او بالملك هتاخد وزيره عادي جدا 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 مع التفوق الرهيب، معاك وزير في الرقعه هتكسب ببساطه. اللي انا عاوز اقوله يا جماعه، يعني انا بعيد وازيد في المعلومه عشان المعلومه تثبت، التكتيك لازم عشان يكون ملعوب سليم لازم ما يكونش عليه لعب مضاد. تمام، طبعا في تكتيكات صريحه زي ما قلنا، في تكتيك صريح مش عليه لعب مضاد. التكتيك اللي بيتلعب ومش عليه لعب مضاد يبقى انت كده احرزت تفوقا بهذا التكتيك 100%. اما التكتيك اللي عليه لعب مضاد فده محتاج ان انت تكون يقظ جدا وانت بتلعب اي نقله، زي الشكل اللي فات دوت. يعني الابيض الاسود هنا رابط الحصان ربط نسبي على الوزير، بمعنى ان الحصان ده مستحيل يتحرك. وكده في الشكل دوت لو مفيش تكتيك في النقله دي الحصان كده وقع، يعني الاسود خد قطع اجباري ان الحصان ده مش هيتحمي، عشان البيدق اللي في اف 2 مربوط على الفيل، يعني ما ينفعش ان انا ايه احركه. تمام، يعني كده الحصان ده ميت ميت او متاكل متاكل. فهو ده سر من اسرار الجراند ماستر، ازاي ان انت تلعب لعب مضاد ضد الربط النسبي. الربط النسبي زي ما قلنا سلاح ذو حدين، ممكن الربط النسبي اللي بيعمله معاك الخصم ممكن تلعب بيه نقلات قويه زي كده وتدي مات او تاخد تفوق كبير، وممكن بالربط النسبي تكتف القطع، تعمل تضيق على القطع في الانتشار وتأيد حركتها عن طريق ربطك ليها
ربط حصان على الوزير، ربط فيل على الوزير، ربط اي قطعه على الوزير او على الرخ او على اي قطعه محميه. ودي فايده الربط النسبي. تمام. تعال نشوف المثال اللي بعده. المثال السابع، النقل هنا الابيض. ما هي افضل نقل الابيض؟ نفكر شويه، اوقف الفيديو وفكر. ما شاء الله عليك. NC4، NC4 نقلة جيدة عليها علامة تعجب، والنقلة دي طالبة حاجتين، طالبة الوزير وطالبة مات. طالبة الوزير بالحصان وطالبة المات في الرخ. طب واحد هيقول لي ده ساب وزيره. طيب ماشي، هياكل رخ في وزير عادي، الأبيض هيكسر رخ في رخ ويبقى طالب المات في المربع دي 8. طبعا الوزير لو راح في أي مربع عشان يحمي وزيره من الحصان، لو راح في أي مربع عشان يحمي وزيره من الحصان مثلا، وليكن مثلا F2، هيديله مات فوق. تمام. طب هو يا عم شاف المات، هيلعب الحصان. لو لعب الحصان عشان يغطي عن المات، حصان في وزير ومكسب أبيض سهل، بقى معاه رخ وسط حصان ومعاه بيدق سالك، هيكسب ببساطة جدا. تمام يا جماعة، ده المثال، ده مثال تطبيقي للعب المضاد على الربط النسبي. ازاي؟ هنا الحصان اللي موجود في دي 6 ده مربوط ربط نسبي على الوزير، يعني المنطق بيقول ان الحصان ما يتحركش من مكانه عشان الرخ هياخد الوزير، ده المنطق بتاعنا. تمام، فانا لما العب حصان في سي 4 بالنقله دي، انا كسرت المنطق ده وبقول له انا ما يهمنيش، انا طالب وزيرك برضه، ولو كلت رخ في وزير هاكل بالرخ وابقى طالب مات برضه، ووزيرك انا ضمنه ان انت لو هربت بوزيرك هديك مات فوق في دي 8. شفت طريقه التفكير يا جماعه؟ اهم حاجه منهجيه التفكير، لازم طريقه تفكيرك تتغير عشان تلعب نقلات زي دي. تمام. تعال نشوف المثال اللي بعده. المثال الثامن يا جماعه، والنقل هنا للابيض. هات افضل نقل الابيض، اوقف الفيديو وهات افضل نقله. طيب احنا طبعا هنبص هنا على الشكل قبل ما اجيب البيست موف. لو لاحظنا في الشكل دوت ان الرخ اللي في اف 3 مربوطه على الوزير، مربوطه ايه؟ على الوزير. يبقى اذا الاسود بينفذ تكتيك الربط النسبي. تمام. طيب انت كمنطق وكلاعب شطرنج، قطعتك مربوطه ربط نسبي على الوزير، المنطق بتاعك ان انت خلاص قطعتك وقعت، يعني رخ كده وقع، ان انت لو حركت رخك وزيرك هيروح. انا عاوزك بقى تنسى المنطق ده خالص، يعني انسى المنطق ده خالص، فكر طالما القطعه مش مربوطه على الملك، هي لو مربوطه على الملك مش هتكلم معاك، لو مربوطه على الملك هقول لك لا خلاص كده الرخ واقع واقع. ليه؟ ان هي مربوطه على الملك، يعني مستحيل تتحرك، تحركها يعني انت لعبت نقله غير قانونيه. تمام. هي دلوقتي مربوطه على الوزير، وطالما مربوطه على الوزير ده يبقى اسمه تكتيك الربط النسبي. وزي ما اتفقنا ان القطعه اللي مربوطه ربط نسبي هي قطعه لها حريه التحرك، لها حريه التحرك، ولكن بحذر، يعني لو القطعه دي ما اتحركتش في مربع قوي هتخسر وزيرك في النقله اللي بعديها على طول. تمام. طيب فكر في الشكل وحاول تجيب افضل نقله. ايه اللي انا ممكن اعمله في الشكل ده؟ يعني ايه اللي انا ممكن اعمله؟ هل انا ممكن احرك الرخ؟ هل انت في عقلك او في تخيلك يجي في دماغك ان انت تحرك رخ؟ في واحد قال لي وجبت النقله كمان. طب ايه هي النقله؟ رخ في F6، نقله عليها علامه تعجب.
برافو عليك، اكسلنت اكسلنت، نقلة جيدة وعليها علامة تعجب. طب دلوقتي أصبح وزيري مطلوب بالفيل، يعني أصبح وزيري مطلوب بالفيل، يعني كده هياكل وزيري. طبعا الأسود هيقول لك ده خسر، ده ساب وزيره هياكل فيل في وزير. يا عم كل فيل في وزير، إيه المشكلة؟ ما خلاص إحنا اتعلمنا بقى، أنا ممكن أسيب لك الدنيا كلها عشان أديك المات أو آخد تفوق عظيم بعد كده، زي ما اتعلمنا في السلسلة اللي فاتت وفي الفيديوهات السابقة. فأنا هنا في الشكل دوت كسبته ياكل وزيري. عندي نقلة قوية، عندي تكتيك تاني هنفذه. ما هو التكتيك اللي هنفذه؟ الدبل تشيك. والدبل تشيك احنا شرحناه في فيديو مفصل، واللي ما اتفرجش عليه ممكن هيلاقيه ان شاء الله في البطاقة فوق الفيديو ان شاء الله. الدبل تشيك هنا انا بقول للملك، بعطيه كش بقطعتين في ان واحد. انا اديله دلوقتي بديله كش، او بعطيه كش بالرخ اللي في جي 6، وبقول له كش بالفيل اللي في بي 2. ما عندوش الا نقله واحده اونلي موف اللي هي اتش 7. تمام. هلعب عليه ايه؟ رخ جي 7، بقول له برضو دبل تشيك، بطبق تكتيك دبل تشيك تاني. ما عندوش الا نقله واحده اللي هي اتش 8 او اتش 8، هلعب عليه نفس التكتيك واقول له رخ اتش 7 دبل تشيك، ما عندوش الا مربع واحد وهو جي 8 او جي 8. هنزل بالرخ تحت في اتش 8 واقول له كش مات. كده يبقى انا ايه؟ بتكتيك باللعب المضاد على الربط النسبي استطعت ان انا ادي مات للملك. تمام. وزي ما قلنا التكتيكات مرتبطه ببعضها، يعني انت ده ربط نسبي ودبل تشيك والهجوم بالكشف، كل التكتيكات يا جماعه مرتبطه ببعضها. تمام. طيب في واحد تاني بقى بيقول لي انت يا عم كل الامثله بتاعتك وزيرك بيتاكل ونقله بلندر وسايب الوزير بيتاكل ونقله بلندر. طيب يا عم ما تاكلش الوزير معاك، انا في رايك يعني رخ في حصان فيل في وزير نقلة سيئة معاك. احنا زي ما اتفقنا طالما في وزير على الهوا يا اما بلندر يا اما تكتيك، واحنا خلاص فهمنا ان ده اغلبه بيبقى تكتيك، الجراندات ماستر بيلعبوا كده. طيب في الشكل ده اوقف الفيديو وهات افضل نقلة للاسود، الاسود يلعب ايه على النقلة دي. طبعا انت شفت الفكرة، سلسلة الكش المستمر عن طريق تكتيك الدبل تشيك بقدر ادي مات في نقلات معدودة زي ما شوفنا كده في التحليل اللي فات. تمام. طيب الاسود يلعب ايه؟ انا دلوقتي الابيض دلوقتي بقى هو اللي معاه المبادرة، بقى عاوز الفيل بالوزير وعاوز يلعب التكتيك بتاعه اللي هو الدبل تشيك ويدي مات. يعني دلوقتي الفيل مش هياكل الوزير زي ما اتفقنا، ما بلندر كده. واحد يقول لي لا يا عم انا عندي حل. ايه الحل؟ وزير فرخ. اقول له في الحاله اللي زي دي ماشي، ده حل تمام. انا عندي بقى هنا ايه؟ لعب بسيط قوي، هاكل وزير في فيل بكش. وزير في فيل بكش، طبعا وزيره مربوط على الملك. وزيره اللي في اف 6 مربوط على الملك، وما ينفعش يغطي عشان مربوط على الملك. والملك كده ما عندوش الا مربع فين؟ ما عندوش الا مربع واحد اللي هو ايه؟ اللي هو اتش 8 اللي هو اتش 8. هاخد بالفيل بكش مات. تمام. يبقى انا برضو ايه بالتكتيك اللعب على الربط النسبي، اللعب المضاد ضد الربط النسبي، قدرت ان انا في الشكل ده ادي مات. تمام. اتمنى يكون الامثله واضحه اللي انا شرحتها، واسف طبعا على الاخطاء اللي انا يعني بخطأها اثناء الشرح. طبعا انا بمنتشي فبحاول ان انا ايه اوصل المعلومه باقصى سرعه يعني. ولو فيديو عجبكم اتمنى ان انتم تشاركوني برضو بتعليقاتكم، وبرضو ان شاء الله احنا مع بعض في سلسله التكتيك ان شاء الله نخلصها سوا، وشاركوني بتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.